نعم، هناك معلومات جديدة حول هذا الموضوع. أحد المسؤولين في حركة طالبان تحدث أن 6 من المهاجمين الانتحاريين قاموا بهذا الهجوم المزوج على مستشفى داود خان وسط مدينة كابول. فجر 2 من هؤلاء 6 نفسيهما، أحدهما عند البوابة والثاني داخل المستشفى، واثنان اشتبك مع المسلحين من طالبان، واستمر هذا الاشتباك لعدة ساعات. بعد ذلك يتحدث هذا المسؤول أن مقاتلي طالبان أو المسؤولين في حركة طالبان تمكنوا من السيطرة على المكان، وكذلك على 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 هؤلاء الذين كانوا قد شنوا هجوما، تمكنوا من إلقاء القبض على 2 منهم على قيد الحياة، وقتل البقية من هؤلاء وهم 4 أشخاص تم قتلهم، وتم إلقاء القبض على 2 آخرين في اللذان كانا يشتركان في هذا الهجوم. فيما يخص عدد الضحايا، هناك معلومات غير رسمية تقول بأن حوالي 23 شخصا قتل، بينهم عناصر في من قوات حركة طالبان الذين كانوا يحرسون بوابة هذا المستشفى العسكري، مستشفى داود خان العسكري، كذلك قتلوا في هذا الهجوم، بالإضافة إلى إصابة حوالي 50 آخرين بجروح. لحد الآن لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، لكن هناك بصمات واضحة لتنظيم داعش الإرهابي، والذي شن عدة هجمات في عدة ولايات وكذلك في العاصمة كابول. ولي الله شهيد، مراسل تي آر تي عربي، شكرا جزيلا، حدثنا مباشرة من العاصمة الأفغانية كابول.